تعال اكلمك شويه على واحد من اهم المعاهد الطبيه. خد بالك، ليس مجرد دارا للعلاج والاستشفاء، يعني مش مجرد مستشفى مهم وكبير، احنا بنتكلم على صرح طبي، ده واحد. اتنين، وصرح بحثي وعلمي، لهذا اسمه معهد. ايوه فندم، معهد ناصر. معهد ناصر، واللي جرى تجديده بالمناسبه مؤخرا، واصبح واحد من اهم الصروح الطبيه اللي موجوده في الشرق الاوسط، ان لم يكن من اكبرها على الاطلاق. دكاترتنا وعلمائنا المهمين جدا، او الفريق الطبي العظيم في معهد ناصر، كالعاده لازم يتحفنا او يفاجئنا بانجاز جديد. انجاز طبي في استئصال ورم ضخم من رقبه مريضه، ربنا يا رب يتم شفاها ويعافيها زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه، عمرها 70 سنه. الورم ده كان ممتد الى جدار الصدر الامامي، ممتد لحد الشريان السباتي في الرقبة. المريضة دلوقتي نقدر نقول الحمد لله والشكر لله بصحة جيدة ودون أدنى مضاعفات. خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور محمود سعيد، مدير عام معهد ناصر للبحوث والعلاج، الرجل الفاضل الذي لا يتوانى ابدا عن خدمه الناس، واللي احنا دايما عاملين له ازعاج. ازي حضرتك يا دكتور؟ مساء الخير عليك يا استاذ يوسف وعلى الساده مشاهدينك الكرام. الله يخليك يا دكتور، كل سنه ومصرنا الحبيبه وشعبها الكريم بخير يا رب، ومناسبه بالصحه والسلامه شهر رمضان المعظم. واحنا دايما نزعجك يا دكتور، لازم اقول ان احنا بنكلم دكتور محمود ان شاء الله 3 بالليل يرد علينا على طول. ده واجبي يا استاذ يوسف. لا يا فندم، العفو العفو العفو. وحقيقي سعيد بمداخلتي معاك، لان يعني على ما تتذكر مر سنه على اخر مداخله معاك. صحيح، السنه دي الحقيقه حصل فيها يعني انجازات عظيمه جدا ومفخره فعلا لكل مصري، يعني في معهد ناصر اللي هو احد قلاع المنظومه الصحيه في مصر. طب دكتور، لخص لي ما تم في هذا العام وصولا الى هذا الاعجاز الطبي بامر ربنا سبحانه وتعالى اللي حصل مع هذه السيده الفاضله. والله هو يعني بالتوازي مع دايما، طبعا احنا كلنا نعلم التوجهات الرئاسيه وقد ايه المؤسسه الرئاسيه حريصه جدا على يعني تقديم خدمه طبيه وصحيه للمواطن المصري على درجه متقدمه وعاليه جدا وتوازي المقدمه في الدول الغربيه. يعني احنا ماشيين في سكتين يا استاذ يوسف، هو التطوير الدائم في المنظومه الطبيه، وطبعا معهد ناصر بيضم الحقيقه يعني نخبه من الفرق الطبيه من شتى الجامعات المصريه، الاساتذه والفرق التمريضيه، وده ماشي مع بالتوازي وبما لا يؤثر على تقديم الخدمة الطبية. احنا ما عملناش اي داون سايزنج او تقليل لتقديم الخدمة الطبية، مع اولا تطوير المعهد اللي ما شاء الله يعني لو حضرتك شرفتنا او اي مواطن هيدخل معهد ناصر انه السنة دي اختلف تمام، تطوير شامل وزاد عليه التوجه الرئاسي بتحويل معهد ناصر لمدينة طبية. المباني والانجازات بتتم على قدم وساق الحقيقه. ما شاء الله ما شاء الله. يعني هي الحاله دي مش الوحيده يعني، لكن دي احد الحالات اللي لسه حالا يعني من ايام. هي سيده عندها 70 سنه وبقى لها سنين الورم ده لانه في منطقه حساسه، وزي ما حضرتك قلت بالظبط ان هو الورم طالع من الرقبه وممتد للصدر وفوق عظم الترقوه وممتد للشريان السباتي يعني. طبعا المنطقه دي حساسه جدا وحجمه كبير جدا فوق ال 20 سنتي، وهي الحقيقه الست يعني سنها 70 سنه ووصل للحجم ده لانها راحت لدكاتره كتير وخافت من العمليه وخطورتها وكتير قال لها تكلفتها باهظه جدا، وعشان كده الست كانت بترفض العمليه يعني. ووصلت للحجم اللي احنا شفناه ده الحقيقة الحمد لله، وفقنا ووفق الفريق الطبي في المعهد وعلى نفقة الدولة بدون تحمل أي مصاريف خالص في استئصال الورم، وست الحمد لله يعني بصورة جيدة جدا جدا دلوقتي. طيب، مهم جدا ان ده اتعمل على نفقة الدولة ودون أي مصروفات، ودي حاجة مهمة. العملية دي يا فندم لو كانت اتعملت بره في مستشفى خاص كان ممكن تصل التكلفة إلى قد إيه؟
يعني مش أقل من 100 ألف، مش أقل من من مية مية ألف ألف مش أقل يعني بالحد الأدنى يعني، وبجانب الحساسية الشديدة جدا لهذه العملية، لأن ده الشريان السباتي الشريان الرئيسي في الرقبة اللي هو مغذي للمخ، فكان أي يعني أي عمل غير احترافي كان ممكن يؤدي لمشاكل صحية جامدة جدا للست، يعني ممكن يكلفها حياتها كمان يعني. لا بعد الشر. نسب النجاح عادة في هذه العمليات بيبقى كام في المية؟ والله هي بتختلف، لكن ما هياش عالية، لكن الحمد لله كان ده مش هنا بس، ده في المراكز العالمية يعني، لكن الحمد لله هي دي أحد الحالات، في حالات كتير زيها يعني. طيب ده حاجة كويسة. جزء، وصححني لو أنا غلطان، جزء من حساسية العملية دي كمان عمر هذه السيدة بالظبط الفاضلة، لأنها بالظبط هتخضع لبنج كلي. هو ده جزء رئيسي، إنها فوق 70 سنة وتخديرها بظروفها دي الصحية دي موضوع صعب جدا. طبعا. فالحقيقة يعني بمهارة واحترافية من الفريق الجراحي والفريق وفريق التخدير الحمد لله وفقنا، والحمد لله هي دلوقتي حالتها الصحية كويسة جدا وتماسك للشفاء يعني. الحمد لله. أنا بشكرك جدا 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 يا دكتور باسم كل الناس، وأرجوك وصل شكرنا لكل الفريق الطبي عند حضرتك في المعهد، ودايما انتوا قدها وقدود. كل الشكر ليك يا احنا دكتور. متشكرين جدا يعني لإلقاء الضوء وإبراز النماذج الكويسة، لأن مصر مليانة الحقيقة، مصر ده صحيح. مليانة يعني نماذج جميلة حقيقي. لا والله دكاترة مصر دول مبهرين، والله العظيم مبهرين. ربنا دايما يوفقكم. كل الشكر دكتور محمود سعيد، مدير عام معهد ناصر للبحوث والعلاج.